لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما زلنا في بعض القواعد التفصيلية المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي، وانتهينا في المرة السابقة في الكلام على القواعد المتعلقة بالحرام، وطبعا تطرق الكلام إلى مسألة أثر النهي في المنهي عنه، وذكرنا أن الكلام في هذه المسألة في هذا الموطن مجمل، لكن سيكون لنا تفصيل في قضية النهي ودلالته إن شاء الله تبارك تعالى، ثم وفيه نتحدث عن أثر النهي في المنهي عنه بصورة أوسع، كان لم تخرج على ما ذكرناه، لكن ربما نتوسع في بعض الأمثلة ونذكر بعض الفروق يعني التي اختلاف أنظار العلماء في موضوع انفكاك الجهة من عدم، وهل أولا بينظرون إليها أم لا، ثم من ينظر إلى هذا الأمر، لماذا اختلفت أنظارهم من مسألة إلى أخرى، فرأى بعضهم أن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، ورأى البعض الآخر أن الجهة غير منفكة. فالمسألة دي بيبقى لها تفصيل في مسألة أثر النهي في المنهي عنه في مبحث النهي. أيضا عندنا في أقسام الحكم الوضعي الصحة والبطلان والباطل بناخد معاه الفاسد، وبالتالي دي لسه لها تفصيل. أيضا هذا الوصف وهو طبعا يعني ماذا يعني به الفقهاء، وكالعادة السؤال يعني كان هل هناك فرق بين الباطل والفاسد في الحج، وفي الواقع الجمهور عندهم الباطل والفاسد بمعنى واحد، وهو يعني في العبادات والمعاملات ما لا تترتب عليه أثر، فالباطل لا تفرغ به الذمة في العبادات والمعاملات لا تترتب عليه أثر، والفاسد مثل الأحناف بيفرقوا بين ما كان باطلا بأصله، أما إذا كان منهيا عنه بوصفه فيسمونه فاسدا، والفاسد عندهم له اعتبار شرعي يعني قابل للإيه للتصحيح. الجمهور لجأوا إلى مذهب الأحناف، أو مش إلى مذهب الأحناف، إلى اصطلاح الأحناف. ليه؟ لأن احنا بنقول احنا مش بنضع قواعد ثم نحاكم الفقه إليها. الفقه هو الفقه، هو خطاب الله تبارك تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بنستنبط منه أحكام. فلما يجي المجتهد في مسألة ما يترجح لديه مثلا إن عبادة لن تجزئ ولكن سيظل عليه أن يؤديها، اللي هي دي المثال في الحج، إذا أفسده بالجماع فيفسد ولكن عليه إيه أن يؤديه من قابل، ماشي، بخلاف مثلا لو أبطله بالردة فيحبط عمله كله بما في ذلك إيه هذا الحج، وإذا عاد إلى الإسلام مرة تانية هنخطبه بخطاب جديد، وبالتالي وجد عنده حكم فقهي انه من جامع فحجه غير صحيح ولكن يلزمه ايه، فبدل ما يخترع مصطلح جديد خد هنا انه قال في احنا عندنا دايما بنجعل الباطل والفاسد بمعنى واحد، احنا في الباب ده لا هنخلي ايه الباطل غير الايه غير الفاسد. مسائل يسيرة كلما احتاجوا صار هناك تفصيل في النكاح مثلا نكاح الشبهة وهكذا، لجأ الجمهور إلى طالما أنا عندي
مصطلحين بستعملهم دايما، هم متغيرين لفظا وبستعملهم في العام الاغلب بايه؟ بمترادفين اصطلاحا في الاحوال اللي فيها تفصيل، يقولوا طب نخص هذا بشيء وهذا ايه؟ بشيء. سياتي تفصيل لهذا ان شاء الله تبارك تعالى في محله. كلام اليوم ان شاء الله تبارك تعالى عن قواعد المندوب. أيضا كان في سؤال آخر مهم يعني قبل أحد الإخوة بيقول إحنا بنقول لا مشاحة في الاصطلاح طالما أننا نقرر نفس القواعد الشرعية، وبناء عليه قلنا أن تفريق الأحناف بين ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام والحد جعلوه مرتبتين، فرض وإيه وواجب. إحنا قلنا لا مشاحة في الاصطلاح، فأقول كيف وقد ترتبت عليه آثار بأن الفرض لا يعني يكفر فيه المخالف والواجب إيه لا يكفر. هو السؤال يعني إيه جيد، ودي أحد يعني إيه يعني أحيانا بيبقى إما أن أنت تأخذ الأمور على ما هي عليه وتفهمها ببساطة، واما اذا تعمقت بقى لازم تتعمق كويس بقى. يعني انا دي نظره نصف متعمقه، انه انا لا لما نيجي نبص هنلاقي هل الفرق اللي هو ان قلنا ده يكفر المخالف وده لا يكفر نشا من الاصطلاح؟ لا، ده هو نشا من الوصف الشرعي اصلا، ان ده عليه دليل قطعي. طبعا احنا يعني ممكن المساله تكون محتاجه ضبط اكثر ونقول معلومه من الدين بالضروره ولا لا، لكن عموما هو عنده ان ده عليه دليل قطعي فيكفر ايه؟ منكره، وهذا ليس عليه دليل قطعي فلا يكفر ايه؟ منكره. القضيه هنا انه اهتم بينما هو الجمهور بيقول والله اصول الفقه انا غرضي وانا بقسم الاحكام التكليفيه ان اوجد لغه يتكلم بها الفقهاء ودارس الفقه، فغرض هنا الإشارة إلى اللزوم من عدم. أما حكم منكره ده ربما تحتاج إلى تفاصيل أخرى، بينما وجد الأحناف إنه هو محتاج يشير إلى هذه، محتاج يميزها في الاصطلاح. فهنا إذن الفرق قائم حتى وإن لم نجعل هناك إيه مصطلح، مش أنه بعد أن رتب مصطلحا. ممكن ديت تقولها فين؟ في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ومش بنقولها برضو بإطلاق، بنقول إن أريد أن بعض مسائل الدين أهم من بعض فلا شك، إن أريد أن بعض مسائل الدين بعضها يستند على بعض إجمالا العقيدة أصل للعمل، وأبواب العمل بعضها أصول أصل الباب وجوب الصلاة وبعضها التفاصيل حلية الصلاة والهيئات المستحبة في الصلاة وهكذا، فيبقى في ايه يعني اجمالا ان المسائل ان امور الدين بعضها في وزن نسبي بينهم وبين بعض ماشي. لكن لو جه بقى حد قال اصول لا يعذر فيها بالجهل وفروع يعذر فيها بالجهل، نقول له ضاع الضابط. خد بالك انا انشأ مصطلح كده سماه ايه؟ اصول. فنقول له طب حط الضابط وتقول لنا الضابط ده هل في دليل شرعي شيء اشطب كلمه اصول بقى خالص، وهات الحد اللي انت هتقوله نرى هل هناك دليل شرعي بيقول ان المسائل التي ستصفها بانها مسائل اصول هذه لا يعرف فيها بالجهل ام لا. بخلاف هنا هو قال حد ايه؟ هو قال امور طلب الشارع فعلها على وجه الالزام والحتم بدليل قطعي، يبقى مش المصطلح هو اللي عمل الموضوع. والتاني قال امور طلب الشارع فعلها على وجه الالزام والحتم بدليل ظني، وبعدين رتب على هذا الوصف ان ده يكفر مخالفه والاخر ايه لا. عايز تناقش دي او تقول العباره محتاجه ضبط، لكن مش المصطلح اللي انشأ، يبقى يظل المسألة ينطبق عليها قول ايه؟ لا مشاحة في الاصطلاح. تمام؟ بخلاف الاصول والفروع
نقول لها مشاحة في الاصطلاح ما لم يرتب عليها ان هو يقول الاصول يعذر فيها بالجهل وفروع لا يعذر فيها ايه. الفرق بين الاثنين ان هنا قلنا ضابط شرعي ثم نحتنا له مصطلح. كان مفروض انا في الدراسة الفقهية الجمهور نظر انه مش محتاج هذا التفصيل, هو محتاج فقط الاستنباط الحكم اللي فيه الفعل ده لازم ولا مش لازم. قال احناف زادوا تفصيل كأنه هو في الباب ده باصص على باب الردة. قد لا يكون هذا هو, ممكن تقول ان جعل القاعدة المختصرة هنا تسيطر على ذهن البعض فلا يستوفي باقي شروطها ايه هناك في باب الرد. ماشي, نقول يبقى لذلك نرجح مصطلح الجمهور او طريقة الجمهور, وان كان في النهاية هذا لا ينفي انه لم يكن هذا الاصطلاح هو الذي انشأ هذا الفرق. تمام. طيب الكلام اليوم ان شاء الله تركتها على قواعد المندوب. يقول قاعدة, هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ هذه مسألة يعني هي في الواقع احنا قلنا المندوب طلب او ما شيء طلب الشارع فعله على وجه التخير والتفضيل, لانه وجدت أدلة او وجدت مسائل يجب المندوب بالشروع فيه, ووجدت أدلة يفهم منها ان الامر ليس قاصرا على هذه المسألة, ووجدت ايضا مسألة في ايه في فرض الكفاية هل يجب بالشروع فيه ام لا, فصارت المسألة مثارة. انا عندي دليل ان الحج والعمرة وان كانتا مستحبتان فانهما يجبان بالايه واتموا الحج والعمرة لله. يبقى الدليل خاص في الايه في الحج والعمرة, انه ان بدأها وجب عليه ان يتمها ان ولذلك من ضمن الجهل المركب, يعني بعض الحجيج اذا اغضبه رفقاؤه في الرحلة يقول انا حجيت حجة الاسلام, ساعات يقول انا حجيت عدد كذا حجة وكذا عمره وممكن ارجع. اولا يعني يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد, يعني انت فقير الى هذه العباده حتى ان كنت فعلت الواجب. الامر الاخر لا, ده هي وجه يعني ربما الكلام ده بعد الاحرام يعني يبقى وجبت عليه حتى لو كانت ايه مستحب. يبقى انا عندي المساله اللي نقدر نقول ان فيها نص أنها تجب بالشروع فيها وإن كانت مستحبة هي الحج والعمرة. طيب عندنا مسألة تانية في شبيهة برضو ممكن تكون لها أثر في طرح هذا السؤال, وهي فروض الكفايات. احنا فروض الكفايات بنقول إذا قام بها البعض سقط إيه سقط الفرض عن الباقي أو سقط الإثم عن الباقي. طيب لو أن إنسانا شرع وكفى الأمة هل يجوز له أن يتراجع؟ الجمهور على أنه لا يتراجع لأنه الأمة إلى أن تعوض طالما أنه هو اللي قام بالكفاية. ممكن لو في ناس كتير قامت وزادت الكفاية, احنا عندنا فرض الكفاية عندما توجد الكفاية يبقى حكمه إيه؟ مستحب. تمام؟ لكن من تقوم به الكفاية إن أراد أن يتراجع الراجح أنه هو لا يجوز له ذلك, لأن هذا يفقد الأمة, يحدث اضطراب إلى أن يوجد الإيه البديل. ففروض الكفايات قد تجب بالشروع فيها في أحوال إذا كان يترتب مفسدة على أن يتراجع عنها. طيب يبقى عندنا في المستحبات الحج والعمرة فيهم دليل خاص, في دليل خاص عندنا فروض الكفايات, عندنا بعض النصوص في صيام التطوع ان افطر. هو هنا جايب حديث ضعيف ولكن يوجد صحيح في معناه افطر وصوم يوما من مكانه, فمن هنا طرح السؤال فنشوف كده العلماء بيقولوا. يقول رأى الحنفية ان قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم
يدل على تحريم قطع المندوب بعد شروع المكلف فيه حتى يتم، لئلا يكون بذلك قد أبطل أجر الجزء الذي فعله. يبقى هم استدلوا بالآية، واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض بنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة إليه وكانت بنت أبيها، كانت بنت أبيها، فذكرت فذكرت ذلك له فقال اقضي يوما آخر مكان. مشهور حفصة رضي الله عنها كانت هذا يقال لمن شابه أبا في صفاته وأخلاقه، وكان يقال عن حفصة رضي الله عنها لجرأتها في الحق، وأن يعني فيها كثير من صفات عمر. ده كأن عائشة رضي الله عنها استحيت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وحفصة رضي الله عنها بدرت إلى يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت، فقال أقضي وقال أقضي يوم آخر مكانه، والحديث ضعيف. فأمرهما بالقضاء، وإن كان يعني ثبت مثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أمره بالفطر من أجل أن يقبل يعني ضيافة أخيه قال أفطر وصم يوما مكانه، ولكن ده في إيه؟ إن شئت. يبقى ده يعني إذا التفصيل هنا ده يؤكد على الاستحباب وليس على الواجب. ده كده أدلة من قال بالإيه؟ بالوجوب. ومن هنا يجب عند الحنفية قضاء النفل إذا شرع فيه المكلف ثم أفسده. ورأى بعض آخرون من الأئمة أن القاعدة المذكورة غير ثابتة، أما الآية فالاستدلال بها على هذا فيه نظر، على الأقل نقول أنها مجملة مش كده، لكن فلا تصلح دليل إذا وجد دليل أكثر وضوحا وانطباقا على والسياق يدل على أن المراد بها أن معصية الله ورسوله تبطل الأعمال السابقة لها حيث ترجح عليها في الميزان. وأما الحديث فإن معناه الإرشاد إلى أن صوم يوم آخر يحصل به الأجر المطلوب وليس على ظاهره من الوجوب. ليه بقى؟ لأنه معارض بحديث آخر يدل على أن الأمر فيه ليس للوجوب. الحديث الآخر: الصائم المتطوع أمير نفسه. يقول: على هذا فلا يجب قضاء النوافل التي شرع فيها ولم يتمها، ولا يستثنى من هذه القاعدة الحج والعمرة، فإن المكلف إذا دخل فيهما بالإحرام حرم عليه رفضهما ووجب عليه الإتمام إجماعا لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هنا وأتموا، هنا قال ولا تبطلوا أعمالكم. الإبطال له أنواع كثيرة، وهذا الذي لكن هنا أمر بالاستمرار فيما بدأ، فلذلك صارت هنا دليل في هذه المسألة. فإذا أفسدهما بعد الشروع وجب عليه إتمامهما وقضاؤهما. أيضا من القواعد قاعدة سنة الكفاية. يقال هنا ما قيل في واجب الكفاية، يعني هنا الأمور المشروعة اللي قلناه في الواجب العيني والواجب الكفائي كان ممكن نقوله بصيغ أعم شوية، نقول الأمور المشروعة إما أن تكون عينية وإما أن تكون كفاية، إما أن يكون مشروع لكل مكلف أن يفعلها لأنه ينتفع بها في زيادة إيماني وفي التقرب إلى الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، وإما أن يقال أن الأمة تحتاج إلى وجودها فخوطبت بها الأمة ككل وجوبا أو استحبابا. يبقى عندنا مصطلح اسمه سنة كفاية، ومن سنة الكفاية صلاة التراويح وإلقاء السلام إن كان القادمون جماعة، يبقى يجزي عنهم أحدهم، والأذان والإقامة لصلاة الجماعة ده على الراجح عنده إن الأذان والإقامة الاثنين إيه؟ سنة كفاية. طبعا الأذان على الأقل فرض كفاية على كل محلة بحيث أنه يسمع أهل المحلة كلهم،
دي تفاصيل فقهيه، ولكن يعني الاذان شعيره من شعائر الاسلام، وترجيح استحبابه، ربما ترجيح استحبابه لكل جماعه وارد، لكن استحبابه بعد ايه؟ بعد وجود فرض الكفايه. يبقى اذا وجدت الكفايه بان اذن مؤذن سقط الوجوب عن كل من بلغهم صوته، ثم وبقي الاستحباب لكل جماعة في هذا النطاق الذي أذن في هذا الايه هذا المؤذن. الراجح ان هذا يسقط المسجد واحد أذن فأسمع أطراف القرية، أسمع حيا الآن طبعا نتيجة ارتفاع البنيان لا يكاد المسجد يسمع إلا الشارع الذي هو فيه إن أسمع، لكن عموما القاعدة الشرعية أنه لو أسمع شارعا أو حيا أو قرية بأسرها سقط الوجوب وبقي الإيه وانتقل الأمر إلى الاستحباب. بعض العلماء بيعامل سنة الكفاية يعني لا تكاد تجد عندهم من الناحية الفقهية فروق جوهرية بين واجب الكفاية وسنة الكفاية، لأنهم يعتبرون أن ترك سنة الكفاية يعني أنها يعني قد يجعلونه أنه يأثم بها أهل البلد، وقد يجعلون أنهم يقاتلون عليها أحيانا إذا تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الإيه الظاهرة، مما يجعل أن في الآخر الفارق بين سنة الكفاية وبين واجب الكفاية قد يضيق جدا عمليا، من جهة لما يجوا يعاملوها على أن تركها عمدا يعتبر ترك لشعيرة من شعائر الإسلام، ربما يظهر الفارق في لو يعني تركت لعذر أو انشغلوا عنها أو منع منها مانع، يعني قد يختلف نظرتهم إلى سنة الكفاية عن واجب الله، لكن عند تعمد تركها لا سيما بيكلم إيه جمع كبير، فإذا تواطؤوا جميعا على تركها فيعني قد يكون هناك تفاصيل لبعض العلماء انه لما يتكلم عن حاجة زي صلاة العيد مثلا يقول عليها سنة كفاية، وبعدين إذا يتكلم على أنه لو تركها أهل محلة فتجد كما لو كان يتكلم على أنه إيه على أنه فرض كفاية، بمعنى أن يرى أنهم يستحقون بهذا الذم وربما يستحقون العقاب وربما ألحق الإثم كما لو كان واجب الكفاية بالضبط، يعني ألحق الإثم على كل إيه قادر بأي نوع قدرة. هذا ما يتعلق بقواعد المستحب. يبقى قواعد المباح. قاعدة دخول المباح تحت التكليف، المسألة دي سبقت الإشارة إليها ومرة تانية عايزين نأكد، المباح كحكم تكليفي أو كحكم شرعي، نتكلم على أحكام الشرعية وبعدين قلنا أنها تنقسم إلى الأحكام الشرعية الفرعية، قلنا اللي هي متعلقة بأفعال المكلفين، قلنا تنقسم إلى تكليفية وضعية. قبل ما نقسمها لتكليفية وضعية، المباح حكم شرعي فرعي أكيد، لا نزاع في هذا، مفيش نزاع في ان في حكم شرعي اسمه الايه المباح. الخلاف هنا اصطلاحي محض، بمعنى هو احنا كان ينفع نخليهم نوعين اللي هو الحكم الشرعي الفرعي التكليفي والحكم الشرعي الفرعي الوضعي، وبعدين التكليفي ده يبقى خمسة، ولا لا كان من الاول لازم نخليهم ثلاثة والمباح ده لا يشبه باقي الأحكام التكليفية لأنه وصفه بالتكليف في درجة من درجات الإيه كأنه من درجات التعارض لغة. طيب يعني بلا شك إن أحيانا في لو احنا نتكلم على الاصطلاح، والاصطلاح غرضه إيجاد لغة يؤدى بها العلم، يدرس بها العلم ويفتى بها، يبقى احنا ممكن نتسامح ابتداء يعني في اي درجة تسامح لغوي عشان ندرج القسم ده مع حاجة تشبهه بدل ما نخليه قسم لوحده والقسم ده يتضمن ايه نوع واحد، يعني اقول الاحكام التكلفية اربعة
ثم المباح ده قسم ثم الأحكام الوضعية، لا. فإذا عشان ما حدش يظن إن الخلاف هنا هو في الشرع حاجة اسمها مباح ولا لا، لا، جزما بالاتفاق عندي حكم شرعي فرعي اسمه وصفه أنه مستوي الطرفين، وصفه أنه لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاتي. كل التعريفات دي أكيد عندي طائفة كتيرة حكمها الشرعي كده. خد بالك إن إيه، إن إحنا بنقول ما من حكم، ما من فعل يتصور أن يفعله المكلف إلا ولله فيه حكم. يبقى يعني أنت عايز تقول مش بتتكلم على الصلاة والصوم والزكاة والحج فقط والبيع والشراء، ده أنت بتتكلم على ممكن تسأل كما يحصل الآن أكل هذه النوع من النبات، أكل هذا النوع من الفاكهة، طب طعام جديد عملوه، طيب نوع جديد من المعاملات، طب ركوب السيارة، طب ركوب الطائرة، طيب وهكذا ما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تأخذ مسألة فعل للمكلف يتصور أن يفعله المكلف، تعرضه على أدلة الشرع، لازم تخرج بأنه إما أنه يعني المطلوب في اقتضاء في شأنه، وده بقى اللي كان ممكن أخليه الأحكام الأربعة في يتعلق به طلب، طلب فعل أو طلب ترك، طلب الفعل لازم أو غير لازم طلب، إما أن يتعلق به طلب على تفصيل، طلب ده أربع أنواع في الآخر، أو لا يتعلق به. طبعا الحكم الوضعي مش بتكلم على أحكام المكلفين، ده وإحنا بنتكلم على حكم المكلف بنقول عندنا فعل اسمه الصلاة بيجب إذا دخل الوقت. العبارة دي لما نقول إذا دخل الوقت وجب الصلاة تضمنت حكم عايزين نبرزه، وهو شروط الوجوب وشروط الصح وهكذا إلى باقي الأحكام الإيه الوضعية. فسميت بالأحكام الوضعية اللي هي بتظهر معانا أفعال لها أثر في أفعال أخرى، الأفعال الأخرى دي بتنتمي إلى الحكم التكليفي، فعل المكلف فبنقول آه بس الفعل ده مش هيجب إلا لو حصل كذا أو وهكذا. طيب يبقى أنا المقطوع به أن لدي حكم شرعي يتعلق بأفعال المكلفين اسمه وصفه، لأنه مش مهم بالاصطلاح، وصفه أنه هو إيه مستوي الطرفين. والخلاف هنا هو إدراجه تحت عنوان كبير اسمه الحكم التكليفي، مناسب ولا غير مناسب. إذن المسألة دي إيه، شرعية ولا اصطلاحية؟ اصطلاحية، وليس لها أي أثر شرعي إطلاقا. يبقى طب لو إحنا كنا عايزين نجود الاصطلاح قوي كنا هنخلي المباح ده قسم لوحده، الأحكام التكليفية أربعة وفي قسم اسمه الايه المباح. يقول تقدم لنا بيان الإباحة، وفي تصور دخول الإباحة في الأحكام التكليفية عسر، لأن التكليف هو طلب فعل ما فيه كلفة ومشقة، وليس في التخيير بين الفعل والترك مشقة. ومن هنا يرى بعضهم أنه لا يصح اعتبار الإباحة من الأحكام التكليفية، بل قالوا إنه قسم مستقل برأسه، وتكون الأحكام الفرعية، يعني الأحكام الشرعية الفرعية ثلاثة أقسام: التكليف والتخيير والوضع. ويرى بعض الأصوليين أن ما نص الشرع على أنه حلال كما قال تعالى أحل لكم صيد البحر وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، أو مأذن فيه كقول الصحابي أذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، فهذا النوع داخل تحت التكليف من جهة وجوب اعتقاد حلي. يعني هو بيقول بعض الإباحة، فاكرين لما اتكلم على الإباحة العقلية وقلنا هي شرعية بدليل عقلي نشأ من دليل شرعي، وبالتالي احنا ساعتها اعترضنا على انه يعني يخص هذا بان ينسب الى انه اباحته ايه عقلية ويتقال الاخرين اباحتهم شرعية. لا، احنا ممكن نقول الاباحة كلها شرعية، منها ما ورد فيه دليل خاص بلفظ الاذن او حل لكم نحو هذا، ومنها ما استفيد من القاعدة العامة انه لم يرد بشأنه
نهي وهو من المعاملات فاعتبر أن الأصل فيه الإيه؟ الحل. وهذا النظر العقلي في الأدلة الشرعية التي أفادت أن كما سيأتي حتى ذكرها أن هذا هو ليس إباحة عقلية وإنما إباحة إيه؟ أو لو سميتها إباحة شرعية عقلية تعتبرها جزء من الإباحة الشرعية وليست قسيم لها. وبالتالي هنا لما يقول طب احنا لا اللي ينطبق عليه انه حكم تكليفي هو ما سماه اولا بالإباحة الايه الشرعية، لا احنا اولا التقسيم ده غير دقيق. الامر الثاني انه حتى ان ده اليق من الاخر بانه يكون حكم انه يدرك في التكليفي، ما احنا في الاثنين بنعتقد حلهم. هو انت لا تعتقد حل ما لم يتعلق به امر ولا نهي، فاعملت البراءه الاصليه ما انت بتعتقد حله. كيف يعني يفتي المفتون بحله وكيف يقبل الناس على فعله؟ ففي الحالتين انت بتعتقد حله بغض النظر عن الطريق الذي دلك على هذا الحل. وليس هذا مرضيا، لأن وجوب التصديق هو لجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كالقصص. أولا الضابط ده هيدخل معايا ما ليس من الأحكام الفرعية أصلا لو اعتبرنا هذا الضابط، والأمر الآخر أنه حتى القسم اللي أخرجه هو مما يجب اعتقاد إيه؟ اعتقاد حله، لأن وجوب التصديق هو لجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كالقصص وأخبار الآخرة والقدر وغيرها، فهذا يقتضيه أصل الإيمان، والأحكام التكليفية شيء آخر. أما ما سكت عنه الشرع ولم يدل على أن له حكما معينا فيبقى على الأصل من أن كل شيء مسكوت عنه فهو مباح. الأصل ده دي قاعدة إيه؟ شرعية ثبتت بالدليل. يبقى الإباحة تطبيق فروع هذه القاعدة وإن كان بنظر عقلي إلا أنها في النهاية إيه؟ إباحة شرعية. يقول هو يعني مصمم على أن هذا لا يدخل في الأحكام الشرعية أصلا بل هو إباحته عقلي. هو يعني هيرجع في قاعدة في الآخر، الأصل في العبادات التحريم والأصل في غيرها الإباحة، ويذكرنا تاني بالأدلة التي سبق ذكرها في تقرير قاعدة إنه البراءة الأصلية أو أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن هذا مستفاد من نصوص شرعية مثل قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، المنة بكل ما خلق الله في الكون يدل على أنه يباح الانتفاع به إلا ما جاء به الدليل الخاص. يبقى كده ده دليل عام يدل على الإباحة، إذا هذه الإباحة إباحة شرعية مستفادة من دليل إيه؟ من إعمال عموم نص، مش كده؟ نعم. العبارة دي مش منضبط. نعم. نعم، طبق سبق بيان إنها ليست نعم. طيب. أمال إيه إحنا بنقول تاني هنا؟ نعم، في إدخال المباح في أقسام الحكم التكليفي نوع تسامح يحتمل الاصطلاح، لأن في الآخر إحنا مشغولين بحكم بالأفعال المتصورة للمكلف ماذا سيكون حكمه، ومتفقين على أن فعل المكلف سيدور بين خمسة احتمالات، فإذا الخمسة دول دايما هيبقى يعني هم يعني يجب أن تشملهم مظلة واحدة. غير بقى المصطلح، ما تسموش الحكم التكليفي، اعمل أي حاجة أو تسامح فيه، لكن أنت عايز الخمسة دول دايما إيه؟ مع بعض. وحتى احنا المرة اللي فاتت تكلمنا أن بعض المسائل نقول إيه؟ تجري عليها الإيه؟ الأحكام الخمسة. فإذا يكون الأحكام الخمسة هذه هي الأحوال المتصورة لفعل المكلف. قلنا الأحكام الوضعية ده تفاصيل بتيجي بنجعل شيء علامة لشيء داخل، واحنا بنتكلم على الحكم التكليفي، فلكن واحنا بنتكلم على الحكم التكليفي المكلف اي فعل يتصور ان احنا نطرحه هنقول هو ده مطلوب
ولا في يتعلق به اقتضاء، يتعلق به طلب، ولا يتعلق به ايه، ولا تخير. والطلب فعل او ترك، طلب فعل او طلب ترك، وده لازم او غير لازم. يبقى في اربع انواع للطلب، والتخير لازم يكملهم هو الخامس. وبل احنا بنقول ان في باب المعاملات الاصل في المعاملات الايه، الاباحه. لو انك اخرجت قسم المباح فصلته عن الاربعه التانيين تجد عسر في ترتيب كثير من المسائل. ماشي، فهم خمس احتمالات. اللي عايز يضبط الاصطلاح كان يغير كلمه الحكم التكليفي. طب ما هو يعني الحكم للاغلب، ما هم اربعه تكليفيين، غير ان المباح يتعلق به التكليف كما قال من جهه الاعتقاد، لكن مش من جهه الاعتقاد فقط، من جهه التحري. بمعنى انت بتتكلم على فعلك انت كمكلف، فبتقول الفعل قبل ما تقدم عليه بتحتاج تعرف انه في مجهود ما بيلزمك عشان تعرف انه هو مباح، فممكن من هذا الباب تدخله في الحكم التكليفي، او تقول تسامح في لفظة الاحكام التكليفية كعنوان يشمل الخمس احكام. لكن انا دايما محتاج الايه، محتاج هذه الخمسة، وهم دول الاحكام التي لا يخرج عنها فعل من افعال المكلف. قاعدة: المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل. القاعدة اللي بعدها: انقلاب المباح مستحبا أو واجبا أو محرما أو غير ذلك باختلاف النيات والأحوال. الفرق بين القاعدتين ان هنا عايزين نقول الإشارة إلى ان احنا لما بنسأل عن العادات التي لم يتعلق بها طلب، يعني الأكل، الناس بتأكل كل يوم وليلة مرتين في اليوم، ثلاثة أكثر أقل، المشي، الإنسان يمشي إلى المسجد ويمشي إلى عمله ويمشي إلى سوقه، وكل الكلام ده مباح لا يتعلق به في الأصل أمر ولا نهي. طيب المشي للمسجد لا، ده هنا بقى عشان هو لغاية، فالوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. يبقى ده يدخل في القاعدة الثانية اللي هي انقلاب المباح ايه، مستحبا او واجبا او محرما. لكن بيقول لك احنا خد بالك لا تنسى ان بعض المباحات هي من في قدر منها هو من ضرورات استمرار الحياة. فلو قلت ان الاكل مباح فلا تغفل ان الامساك عن الطعام حتى يموت الإنسان أو يمرض أو يضعف عن أداء العبادة محرم. يبقى معنى كده في قدر من الأكل إيه؟ واجب. القدر ده هو خاص بالذكر، مع أنه يشبه جدا قاعدة إيه؟ انقلاب المباح مستحب، لأنه أنا مش أنه انقلب، ده هو قدر. النظر إلى القدر هو في الأصل القدر الذي يتعاطى عامة البشر مباح، لكن ممكن واحد يعمل العكس بقى. يعني الناس دايما السؤال على هذه الافعال التي يفعلها عامة الناس اذا احتاجوا حكمها ايه؟ حكمها الاباحة. لكن يحتاج الامر الى تنبيه الى ان هناك ما فيش اكل واجب. وجبة الفطور ليست واجبة، وجبة الغداء ليست واجبة، وجبة العشاء ليست واجبة، ولا يوجد اكل بعينه هنقول عليه ايه، لكن يوجد مقدار يحفظ به الرمق. ممكن تعتبر دي جزء من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، ممكن تعتبرها جزء من قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد، ممكن تقول نفردها لكي تكون واضحة إن احنا بنتكلم على بعض الواجبات لها قدر ضروري لحفظ الحياة، فلا بد، فهذا القدر إيه؟ واجب. هو بلا شك يدخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. بعض المباحات، فأقول قاعدة: المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل، أكل أنواع الأطعمة كالفواكه والحلويات والخبز وغيرها مباح بالنظر إلى كل فرد منها
ياكل كما ذكرنا الوجبة دي ولا الوجبة دي بقى، انا هيك عن التفاصيل داخل كل وجبة. كل ما سيسأل الانسان عن طعام ما في وقت ما يريد ان يأكله، لا طالما انه هو ليس من المحرمات هيبقى الحكم الايه؟ الاباحة. فللانسان ان يأكل الخبز مثلا او يتركه ويأكل غيره، لكن اصل الاكل واجب، لان تركه بالكلية يؤدي الى الهلاك وقتل النفس، فيجب عليه احياء لنفسه. وهذا هو الراجح في شأن التداوي، ان التداوي في قدر منه واجب وفي قدر منه مستحب وفي قدر منه ايه؟ مباح. طبعا في انواع منه مكروهة وانواع المحرمة اللي هو التداوي بالمحرم. تمام. قاعدة: انقلاب المباح مستحبا او واجبا او محرما او غير ذلك باختلاف النيات والاحوال. هنرجع هنا بقى، احنا قلنا في المثال اللي فات اكل الطعام الاكل مباح باعتبار كل فرد من افراد الاكل، ولكن ثمة قدر لحفظ الحياة واجب. هنا هنقول الاكل مباح، ولكن ان استحضر في كل فرد من هذه الافراد من افراد الاكل نية التقوي على العبادة او الجهاد، انقلب ايه؟ مستحبا ويؤجر عليه. وكذلك اكتساب المال مباح، فان قصد المسلم كف وجهه والانفاق على اهله وتربية اولاده لينشأوا عبادا صالحين، انقلب الاكتساب في حقه مندوبا ويؤجر عليه. مما يفوت كثير من يعني من الصالحين او من الملتزمين حسب المصطلح اللي الناس تحب تقول، او ممن يريدون او يحبون فعل الخير، انه ينوي الاجر في اطعام اهله واطعام زوجاته واولاده. طب ما احنا بنرغب في الصدقه. ما هو اطعام الاهل واطعام الزوجه والاولاد عباده، والاقتطاع من هذا لبر الوالدين وصلة الأرحام عبادة أخرى، لأن هي العبادة دي وإن كانت عبادة وتؤجر عليها، بل دي واجبة، وكل عبادة الواجب منها ثوابه أعلى من الإيه؟ من المستحب. لكن عدم الإغراق في التوسع في هذا لاستقطاع جزء لبر الوالدين وصلة الأرحام عبادة أخرى، استقطاع جزء القيام على حقوق الفقراء والمساكين، وتعويد الأهل أنهم يتسامحون، بل ربما ينزلون عن قدر الذي يستحقونه الذي يجب لهم فيؤجرون. يعني حديث الرجل الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، كيف يوجه فعل الرجل إنه حمل الإناء اللبن والصبية يتضاعون حول قدميه انتظارا لإيه؟ لشيء من الكماليات، ان يكون الوالدين هما اول من يشرب. طب والاولاد ما حقهم ان يطعمهم. الحديث مشكل، مش كده؟ الجواب فيما ارى ان هؤلاء الصبيان ناهزوا البلوغ مميزين، فيستحق منهم الايه؟ الاستحباب، يصح منهم فعل المستحب، وأنهم مع شدة جوعهم وألمهم تسامحوا وكانوا يشاركون أباهم في هذا، وإلا لوجب عليه أن يطعمهم. نعم. ربما، بس الأقرب ما قلت. ما هو في كل يوم بيبدأ بهم ما فيش مشكلة، لأنه بيبدأ بهما إكراما لهما دون أن يخل بحق الباقي في إطعامهم. اليوم ده اللي كان فيه إشكال، إن الأولاد جائعين والأب والأم نائمين، وبالتالي الأصل يطعم هؤلاء المستيقظين ويبقي للنائمين، لكن هو أراد أن يحافظ على هذه الدرجة العليا. هذا لا يكون إلا برضا الأبناء. يقول: قاعدة: انقلاب المباح مستحبا أو واجبا أو محرما أو غير ذلك باختلاف النيات والأحوال.
أكل الطعام مباح ولكن استحضر الطاعم نية التقوي على العبادة أو الجهاد انقلب مستحبا ويؤجر عليه. وكذلك اكتساب المال مباح وإن قصد المسلم كف وجهه والإنفاق على أهله وتربية أولاده لينشأوا عبادا صالحين انقلب الاكتساب في حقه مندوبا ويؤجر عليه. فإن أراد التقوي على المعصية حرم، يبقى إذن إيه انقلابه؟ إيه حرام دمه. وينقلب المباح واجبا إذا تعين طريقا لأداء الواجب كما تقدم في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وينقلب المباح حراما إن كان فعله يؤدي إلى حرام كسقي الزرع ماء يحتاجه قوم لإحياء نفوسهم. هذا مثال إنه هو يستعمل مثلا إذا كان معه ماء بلدة لو استعمله في الوضوء وهو يحتاجه أو يحتاجه آدمي غيره لحفظ حياته يصير هذا محرما. قاعدة وهي يعني تأكيد لقسم المباح كله، يعني هي قسم المباح قائم على هذه القاعدة، وده آخر شيء في هذا في الكلام على الحكم التكليفي. الأصل في العبادات التحريم أو بنقول التوقيف، والأصل في غيرها الإباحة. ولما كانت العبادة لله عز وجل رسوما معينة بكيفيات معينة فلا يجوز الإنسان أن يفعل فعلا يقصد به التعبد لله ما لم يكن لذلك الفعل دليل شرعي، لأن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع. والذي يدعي أن الفعل المعين مشروع كعبادة يقال له هات الدليل على كونه عبادة، وليس له حينئذ أن يقول إن كان هذا الفعل غير مشروع فما دليل عدم مشروعيته. طبعا لما بنقول الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات الإباحة، هو الأصل ده جبنا منين؟ من أدلة شرعية. يبقى إذن حكم المسكوت عنه، أي حد في أي مجال من المجالات، يعني في أي مؤسسة لله المثل الأعلى، لازم يكون في قاعدة يعلم بها حكم المسكوت عنه. القاعدة دي بتيجي من نفس الجهة صاحبة السلطة، فيفهم منها قاعدة عامة في المسكوت عنه، إما الإباحة إما الحظر. يعني ممكن نخلي حاجات لما يجعل أشياء معينة محظورة إلا في كذا وكذا، فقرر قاعدة الحظر، وبعدين قال ولا مثلا. عشان كده بعض العلماء يقولوا الأصل في الفروج الحظر، إن فالشرع جعل. يبقى هنا السؤال عن الإباحة هو ما، سواء بنتكلم على مقصدنا حل الاستمتاع فلا يستمتع إلا بزوجتي أو ما ملكت يمينه، طب والزواج لا إلا ممن ذكر الله تبارك وتعالى أنه يجوز الزواج منهن. يقول الأصل في اللحوم، اللحوم مش الأصل في الذبائح، الأصل في الذبائح الحظر، بمعنى لما لقي لحمة ذبحت خلاص الحيوان مذبوح بالفعل، لا ده أنا كان محتاج قبل ما يتذبح أعرف شروط الذبح اتحققت ولا لا. فاللي أجده كلحم أو حيوان مذبوح ولا أعرف هل تحققت فيه الشروط أم لا، لا بنقول الأصل فيه الحظر. طب مين كل الأصل ده جه منين؟ من أدلة أخرى، يعني أدلة الأصل في الذبائح الحظر، في الصيد ما قال فإذا وجدته في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري أسهمك سبق أم الماء. يعني لما لقي طائر كنت ضارب عليه سهم وبعدين وقع في مية وأدركه في المية وقد زهقت روحه، فممكن يكون زهقت روحه بالسهم الذي سمى الله عليه، فده كده تزكية له. طب ولكن وارد يكون نزل حي واختنق فغلب جانب الحظر، يبقى أنا وهكذا. طيب يبقى في كل ما يعني في كل مجال من يملك ما احنا هنا بنقول
الأمر من جهة من الأعلى إلى الأدنى. من يجب أن اللي بيذكر تعليمات يكون حاطط قاعدة للمسكوت عنه. الشرع جعل قاعدة المسكوت عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى قاعدة المسكوت عنه في أمرنا يبقى أمر الإيه؟ ما يتعلق بالشرع، يبقى ده المسكوت عنه بدعة، المسكوت عنه فعله بدعة مردود. طيب المسكوت عنه في المعاملات كما ذكرنا القاعدة الشرعية أن الله امتن علينا بما في السماوات والأرض، أذكر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. يبقى إذن ده قرر، أخذنا منها قاعدة عامة أن كل ما خلقه الله لنا في هذا الكون يباح الانتفاع به ما لم يأتي دليل يمنع. يبقى من هنا قررنا قاعدة الأصل في العبادات التوقيف، فلا تصح عبادة إلا بدليل، والأصل في المعاملات الإيه؟ الإباحة. طبعا بالمبتدعة، وده موضوع خارج النطاق هنا، لا يستطيع أحد منهم مثلا أنه يخالف هذه القاعدة كقاعدة، ما يعني أنه يفتح الباب أن اللي عايز يزود ركعة خامسة في الظهر والعصر، اللي عايز يزود صلاة سادسة في اليوم والليلة، لا ما لا يستطيعون. فهم مضطرون إلى التسليم بقاعدة إيه؟ الأصل في العبادات التوقيف، الأصل الحظر. لكن يجي بقى في بعض العبادات يقول لك لم يأتي نهي عنه. طب يا عم ولم يأتي، عشان كده دايما لازم تاخده للمثال الصارخ جدا، تقول له طب ما هو لم يأتي نهي عن صلاة سادسة، ولم يأتي نهي عن ركعة خامسة في الظهر، لا أصل دي من المعلومة دي بالضرورة. ماشي القاعدة، أنت من هنا كيف اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إحداث ركعة خامسة، وأنه لا يجوز إحداث صلاة سادسة، وأنه لا يجوز كل ده لأنه إيه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما بل هذا من أمرنا لأنه داخل في عموم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هنا بقى يبقى الكلام على فين العموم دوت، وهل ده عموم حقيقي ولا أنت ده نوع من استحسانك بعقلك. وإذا كانت طيب خليها يا عم إيه، ممكن يقوم واخدني من الأول عايز يقول ده عايز يطبق عليها قاعدة الإباحة الأصلية كأننا في باب المعاملات، لما تغلق عليه الباب ده ياخدك لباب العموم، ثم تكتشف أنه لا عموم. وبعدين برضو السؤال، هو العموم ده علم به الصحابة والتابعون وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستعملوه أم لا؟ طب ممكن واخدك لقاعدة المصالح المرسلة، طب تقول هل هي بالفعل مرسلة أم متروكة، متروكة عمدا؟ ولذلك هنقوم رايحين لقاعدة الإيه؟ الطروق، وأن الترك النبوي إيه؟ سنة. كل دي مسائل هي أوجه لعملة واحدة في ذات المسألة، ولكن لما تفنن المخالف في الاستدلال في تحوير طريقة استدلاله على استحسان عبادات لم يأتي بها الشرع، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قال بها السلف، فيبتدي هذا التحوير بقى بياخد صور كتيرة كلها في النهاية مؤداها نحن نتمسك بأصل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الأمر لا يجد فيه جديد. في رسالة صغيرة كده الشيخ بكر أبو زيد اسمها لا جديد في أحكام الصلاة، باب العقائد والعبادات لن يجد فيه جديد، يجد فيه شبهات ترد عليها، يجد فيه بدع ترفضها، لكن مش هيجي وقت كده نكتشف ان احنا عندنا عبادة كنا ناسينها او مش عارفينها او كانوا السلف مش عارفينها. باب المعاملات يجد جديد لانه ده باب الدنيا. طب وضبط الباب ده، او ده السؤال برضو احد الاسئلة بيقول هو بيقول هل في المباح يستعمل فيه قواعد الاستنباط؟ ما انت ما وصلتش ان هو مباح الا بقواعد الاستنباط، بمعنى الاول هو الموضوع ده عبادة ولا عادة؟ يطلع عادة. طيب نقول الاول هل يوجد نهي عنه بذاته؟ يبقى خلاص عرفنا، يبقى هو دخل ايه
في المنهيات يا الحرام يا المكروه حسب درجته. إن لم يكن هل دي أدخل في عموم نهي؟ فإن دخل يبقى هو دخل في المنهيات برضو، إما حرام أو مكروه حسب إيه، لازم أو غير لازم. طب فإن لم يكن هل يشترك في العلة مع شيء منهي عنه؟ فإن كان دخل في المنهيات، طب فإن لم يكن فهو مباح. يبقى إذن ما وصلناش لحكم المباح غير بإعمال قواعد الاستنباط. الأول قاعدة عرفنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، ثم عرفنا أن النهي بيستفاد إيه، إما نهي عن الشيء بذاته، وإما بيبقى نص عام يشمل مجموع أفراد فكأن النهي ورد عنها كلها واحدا واحدا. نعم تقول له اللي هيقول لك مثلا شرب الدخان، لا في نهي نبوي عنها، لا ضرر ولا ضرار، يقول لك ازاي؟ ما هو الكلام الشرع كتابا وسنة يختلف عن كلام البشر. أنا ممكن أقول كلام عام، أي واحد من البشر يقول كلام عام وهو ذاهل عن كل ما يندرج تحت هذا العام. وبعدين تقول له يعني انت قصدك كمان ان مش، يقول لك لا، وانا هو احنا اللي جاب دول معانا، مع ان لفظه ايه يدخل ان لكن الوحي من عند الله العليم الحكيم الخبير. وقلنا ايه السنه وحي كما سبق بيانه بتفصيل. ففي النهايه بنقول عموم الكتاب والسنه ما لم يكن مخصصا فيجب ان يعمل على الافراد اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي جدت بعده، طالما انها داخله في الايه في العموم. يبقى احنا بنشوف النهي يا اما عن الشيء بذاته، يا اما نهي عام وهذا هو احد افراده، يا اما نهي عن شيء يشترك معه في العله كده. خلاص بقى لو ما لم يكن ولا واحد من هذه الثلاثه فهو لم يتعلق به امر ولا نهي. حصلنا على توصيف الايه المباح اللي هو معامله. الاول احنا وصفناها معامله، بعد الثلاث اسئله دول وصلنا انها معامله مباح، تمام. انما لو عباده كنا نمشي في السكه الاخرى، هل جاء بها دليل وعمل بها السلف ام لا؟ طيب جاء بها دليل ولم يعمل بها السلف، نختبر فهمنا للدليل، هل امتناعهم عن العمل بها كان لوجود مانع؟ فان كان فبها ونعمت، اما ان لم يكن ثمة مانع فنتهم استنباطنا احنا ان دي داخله في الدليل ده. ليه؟ لان لو داخله كانش في مانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابه، كان ينبغي ان ايه ان يعملوا بها، فتركهم حينئذ سنة. نقول لا ده هو ده دليل منع لوحده، هذا الترك الذي مع وجود المقتضي وانتفاء المانع هو في حد ذاته دليل على ان هذه مطلوب ايه تركها، او تأكيد على انها بدعة، او تأكيد على انها ليست عبادة اذا كنا في جانب العبادة. طيب عشان الاخوة اللي بتصلي في تلحق، هو الفقرة وان لم نقرأها كاملة فهي تدور حول هذا المعنى الذي ذكرناه، وبالتالي بذلك نكون انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على الحكم التكليفي، ونشرع في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في الكلام على الأحكام الوضعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.